السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. ثم أما بعد، النهاردة في مسراو بلس هنشرح لكم موضوع مهم جدا جدا، وهو بخصوص موضوع الدفع داخل مصر بالدولار، أو الإعلانات بتاعتك توقفت لو أنت مسوق إلكتروني أو شغال في الميديا أو ميديا باير، فانت ما انتش عارف تعمل اعلاناتك وتكمل، او تعمل التفعيل بتاع الفيسبوك او التفعيل بتاع الانستجرام او اي استضافه في الموضوع في مصر، لان انت عارفين ان البنك المركزي لغى التعامل بالدولار داخل مصر او الشراء بالدولار من داخل مصر، فما فيش بس الا هي الكريدت كارد او الفيزا الائتمانيه، ودي عشان تطلع لازم يكون عندك رصيد في البنك كبير، وكمان لازم لها شوية شروط كتيرة كده مش هنتكلم عنها النهاردة، وبعدين لها ليميت برضه 300 دولار، اخره 300 دولار في الشهر. بس النهاردة انا جبت لكم حل جميل جدا جدا جدا، وشركة جميلة جدا جدا اكتشفتها بالصدفة، وحاجة جميلة جدا بصراحة، فقلت اشرحها معاكم في قناة مصر او بلس. بس لو انت اول مرة تشوف قناة مصر او بلس، فاحنا اول قناة عربية مصرية بتهتم بالشروحات الذكاء الاصطناعي وشروحات البرامج المختلفة. طبعا لما بنلاقي اي حاجة بتنفع المستخدم او المشاهد بنشرحها على طول، فما تنساش تشترك في القناة وفعل زر الجرس، تعمل لنا لايك للفيديو وتشاركه مع اصدقائك لو عجبك، وصدقني ثق تماما ان ده الحل الرسمي الموجود دلوقتي، ان انت تكمل اعلاناتك على السوشيال ميديا بالدولار المصري، بالدولار جوه مصر. تمام؟ فكل ما فيها انها هتدخل على الرابط اللي هسيبه لكم اسفل الفيديو ده ان شاء الله، تسجل في الموقع ده هيخليك تربط الفيسبوك بتاعك او انستا او جوجل او اي اكونت انت عاوز تعمل، حتى الواتساب، لينكد ان، اي ابلكيشن عاوز تعمل عليه او تدفع بالدولار عليه. بعدين بتشحن الموقع بفودافون كاش في مصر، بعدين بيخليك تقدر تعمل اعلانات من بره مصر او تدفع الفلوس بره مصر، حتى لو انت عاوز شحن بابجي او الكلام ده او مايكروسوفت او كلام من ده هتلاقيه على الموقع ده. فموقع ممتاز جدا يا جماعه، هسيب لكم الموقع، رابط الموقع ان شاء الله اسفل الفيديو، تدخلوا عليه برابط مباشر ان شاء الله هيوديكم على الموقع وتستفادوا كلكم. اول ما تدخل على واجهه الموقع هيبقى بالشكل ده كده، طبعا انت بتبقى على الويت ليست، يعني اول ما تقدم فيهم لهم البيانات بتاعتك بيدخلوك الويت ليست عشان تدخل في الدفع بالجنيه المصري زي ما انت شايف كده. وهنا الاكونت بتاعك، الاكونتات بتاعتك اللي انت هتربطها، وزي ما انت شايف كده هتربط ميتا او تيك توك او هتربط جوجل ادز، وطبعا هنا بيقول لك ان انت هتدخل كمان اماكن تعمل له كده، وممكن تعمل كده للتيك توك كمان، فيدخلك على الويت ليست. بعدين ممكن تتصل من هنا من اكونت جديد لو الاكونتات اللي انت مش عاوزها لو الحاجه اللي انت عاوزها مش موجوده هنا، هتدخل على الازرق ده وتضغط الحساب اللي انت عاوزه، سواء عاوز تشتري ايه او عاوز تدفع ايه. وهنا الضبط بيقول لك اسمك وبياناتك ورقم تليفونك، وهنا بيدي لك بونص على كل بتاع ده، على كل رصيد، وهنا الصفحة الرئيسية، وهنا اسمك طبعا، وهنا تسجيل الخروج. يعني الموقع سهل جدا جدا وبسيط، كل ما فيها ان انت تدخل تسجل عليه هيدخلك على الويت ليست عشان يقبلك، لان بيراجعوا بياناتك الاول، بعدين هيقبلوك، بعدين هتشحن بفودافون كاش او اي او فوري او ماي فوري او اي حاجة في مصر، دفع طرق الدفع كلها موجودة في مصر، وبعدين هتدخل تعمل اعلانك، وهتدخل كمان تسجل في تفعيل العلامة بتاعت فيسبوك أو أنستا، ومش هيبقى عندك عقبة دلوقتي بالفيس داخل مصر. ده كان شرح النهاردة، بس تعملوا لنا اشتراك للقناة، تفعلوا زر الجرس، تعملوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.